This is part C of the central dogma, which is translation. هلا احنا بنعرف السنترال دوغما اذا بتطلع على الصوره اللي هي الخليه في عنا بالنواة الدي ان اي الذي يحمل الشفره لتكوين الشفره لتكوين البروتينات تبعت الجسم. هاي الشفره تنتقل الى المسنجر ار ان اي، المسنجر ار ان اي بياخذ هاي الشفره وبروح للريبوسومات وبفكها، يعني هون الشفره تتحول الى امينو اسيد من دي ان اي لار ان اي الى بروتين. اذا الترانسليشن از ذا ديكودينج اوف مسنجر ار ان اي انتو بروتين ويتش تيكس بليس على الريبوسومز. What are the ribosome? The ribosome is the factory for protein synthesis. هو الجزء من الخلية المعني في صناعة البروتين. وهو يتكون من ribosomal RNA مع ribosomal proteins. بتكون مجمعة مع سوا ومقسومة إلى قسمين. في عنا large subunits زي ما أنتوا شايفين بالصورة الريبوسوم هاي اللي لونها أصفر. والسمول سب يونت والمسنجر ار ان اي حتى يصير له فك للشفره دائما بيرتبط مع السمول سب يونت زي ما انتم شايفين بالصوره. هلا قلنا انه المسنجر ار ان اي يحمل شفره لصناعه البروتين اللي يعني messenger RNA instructions to make protein. اللغة في هاي الشفرة يطلق عليها اسم the genetic code. اوكي والالفابتس اللي هي الاحرف تبع هذه اللغة الجينيتيك كود هم الاربع نيوكليوتايدز تبع المسنجر RNA اللي هم A و U و C و G. هلا الكلمات أخذنا الأحرف، هلأ الكلمات. الكلمات تسمى كودون في الجينيتيك كود، وكل كودون مؤلف من ثلاثة constitutive nucleotides يعني ثلاث nucleotides وراء بعضهم البعض على المسنجر RNA. وفي هناك كودونز لكل الـ 20 أمينو أسيدز الموجودة في الطبيعة. هنا بدنا نحكي عن اكزامبل عن الجينيتيك كود والكودون. قلنا الكودون زي ما انتم شايفين بالصوره اللي موجوده على اليمين مؤلف من دائما ثلاثه نيوكليوتايدز ورا بعض، وكل نيوكليوتايد تعني ريبريزنت 1 امينو اسيد، 1 كودون 1 امينو اسيد. هلا اذا بدنا ناخذ اكزامبل مثلا اذا بتشوف هذا السيكونس اللي عندنا اللي هو للمسنجر ار ان اي اللي هو يو سي جي سي اي سي جي جي يو، ايش الكودونز اللي موجوده على هذه السيكونس؟ هو اليو سي جي التي تعني سيرين، سي اي سي تقرا هيستيدين، وجي جي يو تقرا بالجلايسين. طبعا لما بنقول تقرا تقرا بواسطه الريبوسومز. اذا هاي السيكونس هي كلمات تعني سيرين هيستيدين جلايسين. اوكي هلا عندنا احنا قلنا الجينيتيك كود، الجينيتيك كود تتالف من 64 كلمه يعني 64 كودونز. ال 64 كودونز زي ما انا كاتبه فوق في الاحمر 61 منهم كل represent amino acids 20 amino acids، وثلاثة منهم they don't specify any amino acid rather they have a different function زي ما بدنا نعرف فيما بعد. هلا كيف عرفوا انه هاي هدول الكودونز تعني هذا الامينو acids؟ العلماء طبعا بعد تجارب كثيرة عملوا تيبل، مثلا عملوا تيبل وضحوا فيها ايش هم الكلمات اللي بتعني certain amino acids. مثلا اذا بتطلع على هاي التيبل اول اشي في الصف الاولاني في عنا abbreviations عن الامينو acids اللي هو مثلا الانين. الكلمات التي تعني الانين هم الجي سي تي
GCC GCA والGCG، بتلاحظ انه 1 امينو اسيد ممكن يكون له عده كودونز. مثلا السيستين تحت اللي هو الخامس، السيستين له 2 كودونز اونلي اللي هو تي جي تي وتي جي سي. تذكر انه هون ذاكرين التي محل اليو، بالماسنجر ار ان اي ما في تي ولكن في يو. تذكر هاي هذا هون حاطين الجينيتك كود بلغه الدي ان اي راذر عن الار ان اي، واضح. هلا لاحظ انه كل الامينو اسيدز اللي بنعرفهم الانين ارجينين ارسينيك ارسينيك اسيد اسبارتيت سيستين كله له جينيتك كود. نلاحظ في عندنا اي تي جي، الاي تي جي لها وظيفتين بتلاحظها اخر وحده في خلينا نروح على الكولوم الثاني في في التيبل. بتلاحظ الثالثه في عندنا ميثيونين الكودون تبعه هو اي تي جي. بتلاحظ انه باخر كودون في الكولوم الاولاني في عندك ستارت كمان الاي تي جي. الاي تي جي لها وظيفتين اللي هو انها بتعمل ستارت، بتتصرف كستارت كودون، وبتتصرف كمان انها سبيسيفاينج امينو اسيد ميثيونين. في 3 ستوب كودونز اخر فقره في الكولوم الثاني اللي هم تي اي اي تي جي اي وتي اي جي. مش مفروض طبعا تحفظوهم الا بدك تعرف ايش هو الستارت كودون وايش هم الستوب كودونز، على اساس رح نحكي عنهم ايش هم هدول في السلايدز القادمه. This is an illustration of the genetic code موجودة على الماسنجر RNA. في عندك صف من الريبونيوكليوتيدز، مثلا إذا بتلاحظ في عندك AUG اللي هو كودون 1، اللي تلي ال ACG كودون 2، تلي بالنيوكليوتيد بكودون ثالث اللي هو كودون نمبر 3. بيبتدي بينتهي في ستوب كودون اللي هو يو اي اي. يعني الجينيتك كود از ميد اب اوف يونتس كولد كودونز، وكل كودون يتالف من 3 نيوكليوتيدز ذات كود فور ا سبيسيفيك امينو اسيد نيكست تو انذر 3 نيوكليوتيدز نيكست تو انذر نيوكليوتيدز حتى يوصل للستوب كودون. Now we have the complete structure of messenger RNA. طلع لي على الصورة بليز. في عندك مقسومة إلى ثلاث أقسام اللي هو 5 prime untranslated region اللي هي ما بيصير لها translation، يعني ما بتحملش كودونز حتى تعمل بروتين. وفي عندنا آخر إشي 3 prime untranslated region اللي هي كمان ما بصير لها ترانسليشن. بالوسط في عنا بروتين كودنج ريجن اللي هي بصير لها ترانسليشن لسيرتن بروتين، وتبتدئ بيكون في اولها ستارت كودون اللي هو في العادة ميثيونين AUG، وبعدين في الاخر اشي في عنا ستوب كودون تنتهي بستوب كودون. الانترانسليتد ريجن عادة بيكونوا بيوفروا ستابيليتي للمسنجر ار ان اي، وكمان بتقعد عليهم يعني بدايتهم بتقعد عليها ال 5 برايم انترانسليتد ريجن، بتكون زي مقعد حتى تقعد عليها الرايبوسوم وتفتش على بداية الكودنج ريجن اللي هو ال AUG. من نوقف هون لانه هذا الفيديو كتير طويل ومش عم بيعمل معي ابلودنج، فبدنا نكمل الترانسليشن بليز في فيديو 5.